بنات الولاد كي دايرين؟ لاباس مزيانين؟ نتمنى كاملين تكونوا بصحة جيدة خارج المغرب وداخل المغرب وفين ما كنتم. كنبغيكم بزاف البنات والولاد. فيديو جديد ونهار جديد. قبل ما نبداو هذا الفيديو نتمنى ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه للحباب والعائلة. وهنا بغيت نوجد معكم واحد الغديوة كتجي ولا أروع. ونتمنى البنات والولاد كملوا الفيديو حتى للتالي وتبارطاجيوه للحباب والعائلة. وهذا الغداء كديروه بأقل الحويجات. مهم الغداء ديال الدراوش كيجي زوين وكيجي ساهل. شنو غادي نحتاجو في هذا الغداء؟ المهم عندي هنايا جوج طريفات ديال الدجاج، المهم عندي هنا بطاطا، هنا عندي فلفله، هنا عندي جوج خيزويات وجوج بصلات، شويه القزبر والمعدنوس والثومه. هنا التوابل هنايا سكنجبير، الخرقوم، الحبه الكحلاوه اللي بزار الكحل، الملحه، شويه الكمون، وما ننساش واحد البطاطا. هذه البطاطا الحلوه ما بغيتش نقشرها لكم باش تشوفوها. هذه كتجي فنه في هذا الطاجين ولا في هذه الصوينه، في هذا المول كيجي واعر. هذا الغداء كيدخل الفران، ما كيطيب على النار ما والو، المهم كيدخل الفران وكيجي صحي وزوين. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه، وعرفتي كيعجب الكبار والصغار، والله العظيم يجربوه راه ما تندموش عليه. وبالنسبه للوليدات كيموتوا عليه وكيجي فيه واحد المذاق ولا اروع. ودابا غادي نبداو على بركه الله. هنايا غادي نقدو هاد المول ديالنا. المهم الا ما كانش عندكم بحال هذا كيكونوا هادوك ديال لامانيور موجودين كيتباعوا، كيجيو هكا غراق، كيجي فيهم الطاجين كيجي زوين. وهنا غادي نقاد البصله ديالنا وغادي نرجع معكم، ما تمشيو فين ما تبعدوش باش تشوفوا كيفاش غادي ندير لهاد الطاجين ديالنا ان شاء الله. البنات والولاد بعد ما قطعت البصله ديالنا هكا دوائر ولا المهم هاد التقطيعه دوائر كتجي مدوره. دابا هنا غادي نضيف الدويجات ديالنا ولا الطروفه ديال الصدر. دابا هنايا شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد انا خيزو ولا الزروديه ولا كل واحد كيسمي هكا دوائر. حتى هي غادي نقطعها ونرجع معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وها انتم معانا البنات والولاد بعد ما قطعنا خيزو ولا زروديه ولا كل واحد كيسميها، ها انتما تشوفوا قطعتها دوائر. دابا غادي نرجع للبطاطا. المهم البطاطا عرفتي ما نقولكمش غير ديروها، راه كتجي ولا اروع، راه كيموتوا عليها الوليدات. بالنسبه لها كتجي بحال طايبه مشويه، المهم كتجي زوينه بزاف. هذه قطعتها هي نفس الطريقه بحال هكذا، كتجي واعره والله العظيم. جربوا هذا الطاجين عرفتي والله العظيم الا ما كيبقى فيه والو، واخا تكثروا من البطاطا كتجي ولا اروع. هنا ما نساوش واحد الحبه د المطيشه، الا كانت واخا تكون كبيره ولا الا كانوا جوج صغار ماشي مشكل، حيت انا في الاول ما حطيتهاش معاكم ولكن دابا راني جبتها. هانتوما تشوفوا انا كنمشي كنقطع البطاطا كامله على هذه الطريقه هكا. حتى هي دوائر، مهم نقيتها قبل وغسلناها مزيان على شلة وكنقطعوها هكا دوائر هانتوما. وكنقادو على حسب هاد المول كيكون قداش هذا مكان. دابا هنا غادي نولي غادي نرجع لهاد البطاطا. هادي البطاطا الحلوة اليوم راها موجودة، انا غادي نقشرها ونرجع معاكم. انا كنقطع على المطيشة، هنايا ها هي البطاطا ديالنا، غادي نقسمها عرفتي طويله هكذا. هذه البطاطا الحلوه باش كتجي باينه، غادي نزيدها غير من الفوق غير كي نردو البال مع الموس. وهنايا غادي نديرو لها بحال هكذا، كتجي زوينه عرفتي. جربوها بهذه الطريقه. هنا غادي نزيد المطيشه نستفها بحال هكذا هانتوما تشوفوا. هنا عندي هاد الفلفله ما حراش، المهم على حساب الوليدات. حتى هي غادي نقسمها على اربعه، نقلعوا على هذيك الزريعه. حتى هي كيجي في الطاجين ديالنا واحد المنظر، العين اللي كتاكل هكذا. المهم ملي كيجي عرفتي مشوي. هنا الثومه غادي نحكوها، عندي واحد الحكاكه نحكو الثومه. غادي نحك الثومه وغادي نرجع معكم الولاد. بعد ما حكينا الثومه هانتوما حكيناها، دابا هنا غادي نحيدو هذا ديال اللي كنت دايره فيه.
اللي دينا وغادي نرجعوه على القزبر والمعدنوس حتى هو غادي نقطعوه. حنا المغرفه ديالنا ضروريه نجيب الموس على بركه الله يا ربي عطينا الصحيحه. هنا غادي نقطع القزبر والمعدنوس حتى هو كيعطي واحد الريحه واحد المذاق كيجي زوين فهاد العقله عرفتي والله الا غير جربوه. مهم غدا عائلي هاد الغدا يقدر بعض الناس ولا خمسه والله العظيم الا ما تشبعوا منه. قزبر ومعدنوس قزبر ومعدنوس اكيد علاش انا قطعنا القزبر والمعدنوس دابا غادي نحطو القزبر والمعدنوس ديالنا هنايا هكا. دابا غادي نرجعو للتوابل علاش لا ندير التوابل ديالنا. دابا غادي نرجعو هنايا عندنا سكينجبير هانتوما عرفتي كندير واحد المعلقة زوينة معلقة صغيرة هادي راه صغيرة بزاف كقد بحال هكا. هنا الخرقوم هو العود الصفر تا هو كنقدوه هكا واحد المعلقة المهم كنرشو من الفوق غي جربو الطريقة راه كتهود العطرية كاملة. هنا الحبة الكحلة هي لي بزار الكحل ما كنكتروش منها بزاف حيت كتحرم الماكلة حيت هاد الطاجين ما كيمشيش فيه الماء بزاف. هنا التحميرة نسيتها تا هي كتعطي واحد اللون لهاد الطاجين ولا لهاد الصني تا هي واحد المعلقة صغيرة كنرشوها بحال هكدا هانتوما. هنا غادي نزيدو الملحة على حسب الذوق هانتوما. المهم الملحة ما درتش في الأول كنزيدو المليحة على حسب الذوق. هنا غادي نزيدو واحد شوية ديال الزيت هنايا كمون الكمون هنا واحد المعلقة تا هي صغيرة. المهم الكمون كيعطي المذاق لديك البطاطا الحلوة كيعطي واحد المذاق ولا اروع. هنا غادي نزيدو الزيت ما جبتوش اعتذر ولكن هاو قريب حنايا. هنا غادي نزيدو الزيت من الفوق هانتوما. هنا غادي نجيبو واحد الكويس نتاع الماء. هنا البنات والولاد غادي نزيدو واحد الكويس د الماء غادي نكبوه بحال هكذا فين يطيب لنا هاد الخضره. هنا صافي غادي نرجع معكم باش غادي نغطيه تبعوا معايا. الولاد بعد ما كملنا السموينه ديالنا ولا المول ولا كل واحد كي كيسميه ديال الخضره مع الدجاج كيجي هكا على الطريقه ولا اروع. دابا هنا عندي واحد الكاغط ديال الزبده ولا كاغط طوبي كويسون ولا كل واحد كي كيسميه غادي نبلع ديال هنايا مزيان هانتوما. غادي يجي عرفتي والله العظيم يجربو كيجي زوين بزاف هاد الطاجين هكذا ما كيجيش فيه داك الماء وهذا كيجي. هنا عندي طابي الومنيوم هانتوما. هنا غادي نبلع على هاد الصينيه ديالنا ولا هاد المول ديالنا مزيان بحال هكا وغادي نكرشي على الفران من قبل وغادي ندخلو الفران. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى التالي باش نجح معكم هاد العقله بالنسبه للمبتدئين علاش لا كتجي ولا اروع وتحياتي لكم. دابا غادي ناخذوها نديوها للفران وهانتوما معايا الولاد. هنا غادي ندخلوها للفران غادي نديرو في الجهه الفوقانيه. المهم غادي نخليوها واحد المهم نص ساعه حتى 30 دقيقه المهم وغادي نرجعو نركبو عليه. هنا الفران ديال الغاز وانتوما اي فران تقدروا ديروا فيه ماشي مشكل وهذا مكان من غادي يطيب غادي تشوفوه جميع وهانتوما معانا. الولاد غادي نشوفو الصني ديالنا فين وصل كي داير ولكن سخون بزاف غادي نحطو هنايا سنا تمام حيت راه سخون بزاف حاول نحطو هنا فوق البوطه وغادي نحلو جميع ما تقطع الخرطي ولكن ماشي مشكل. هنا غادي نشوفو ما شاء الله شوفو خوتي هنايا عرفتي طايب تبارك الله ما شاء الله كلشي طايب. دابا غادي نحيد عليه هاد الكاغط وغادي نهودو لتحت يتحمر. تسنى ولدي غير تسنى تسنى انا نحيدو هكذا
دابا غادي نرجعو الجهة التحتانية تحمر من الطومة، يعطي واحد العكوش، أو غادي نجبدوه وغادي نديرو هنا الخبز سخون، معليش تا نخرجو وغادي نوريكم كيجي سخون الفران. أو حامي بزاف. شوفو على السمي ديالنا فين وصل، كل الطاجين ديالنا أو ما شاء الله. خوتي خواتاتي شوفو تبارك الله كيجا كيشهي. دابا غادي نديوها للطاولة ديال الأكل وهانتوما معانا. دوكا البنات الولاد هنايا هانتوما تشوفو، أنا حطيتو في الطاولة ديال الأكل هنايا الوليدات، غندير لهم في الطباصل وأنا رافقتو مع شوية ديال الفول. اللي عنده الفول في هاد الوقيتة مفور يخلي لي في الكومنتير بالصحة والراحة، وسمحونا لي كيتوحمو مع مناظرة، وكل واحد عنده خيرو في دارو. وهذا ما كان، وأنا غادي نقولكم شكرا لكم، شكرا لكم الفيديو حتى التالي، وتحياتي لكم مشكورين. هنا غادي نقولكم إن شاء الله إلى فيديو آخر، أو بالصحة غداكم ولا عشاكم، ومشكورين بنات الولاد خارج المغرب وداخل المغرب، كنبغيكم بزاف، تحياتي لكم عزاز وغاليين فين ما كنتم.